يسعد مساكو. يسعد مساكو جميعا. ابو جوليا حبيبي ماما عندي بدي استنى بس الاستاذه تغريد لحتى ايون هيا تبعت لها فرجينا كنزو كنان. هنا البث هل ليس برعاية كنزو كنان، عم نستنى الأستاذة تغريد. يسعد مساكي. أهلين أهلين شيماء، كيف حالكم؟ حبيبتي الله يسعدك يا ربي، والله هيك منوريتنا أنت. تسلمي تسلمي وأنت بالأكثر. أنا عم بحاول أستنى بس يفوت معنا كما يعني عدد حتى نبلش، وانا بعتذر على التاخير بس بنتي كانت هيك عم بتبكي ومش قادره فطلع جوع. طيب جوع والجوع, والجوع كافر. صح. كيف حالك استاذه؟ ايه الحمد لله والله الحمد لله. كيف وضع الكورونا عندكم؟ بتعرفي بطل الواحد يسمع الاخبار لانه نفس الشيء كل الحكي يعني خلص. ونفسيا تعبنا طناش صح. بس لسه احنا بندير بالنا يعني بنحط صارت عادة عند الواحد صارت عادة وعندنا كمان عم بيرجع الاشي فممكن يرجع موضوع الكمامات. فان شاء الله خير، نتأمل ان هالوضع يتحسن ان شاء الله. خلص زهقنا يعني سنتين صار الموضوع. صحيح. هو شوفي أستاذة تغريد يعني الإشي كان فيه له إيجابياته وفيه له سلبياته، يعني هيك اكتشفنا أنفسنا في ظل الكورونا. صح مظبوط. في ناس اكتشفوا مواهبهم وصار يرسلوا. صحيح. وفي أباء وأمهات تعرفوا على أولادهم. صح. طيب ماشي تمام، خلينا نبلش لحتى كمان ما بدنا نطول على اللي عم بسمعونا. ان شاء الله يكون هيك البث خفيف نظيف لطيف عليهم، وكمان ما بدي اطول عليك استاذة تغريد، وعن جد بدي اتشكرك من كل قلبي اللي موجودة معنا اليوم ورح تشاركينا بخبرتك وتجاربك بالحياة وبهوايتك ودراستك اللي عن جد بتنعكس بشكل إيجابي جدا علينا إحنا كأمهات وآباء وكمان على أطفالنا، وهذا عالم واسع وعالم حساس بعتبره، ومش سهل على الإنسان إنه يخوض فيه لأنه بده دراسة بده حذار. التعامل مع الطفل وإنك تفوت عالم الطفل مش بإشي سهل، يعني هو بعتبره السهل الممتنع زي ما بيحكوا. فبدي أرحب أول إشي بأستاذة تغريد النجار اللي هي من رواد أدب الأطفال الحديث في الأردن، كاتبة وروائية، طبعا كتبت العديد من قصص الأطفال. بما إني شوي مش مهتمة بموضوع الروايات وبميل أكثر لموضوع القصص فكثير بجذبني موضوع القصص، يعني حتى امبارح كان في موعد لبنتي عند الدكتور وبزاوية المكتبة بالصدفة عم بشوف عنوان لفت انتباهي، أنا لا أنام باكرا هيك كان العنوان. هاي ابني سمعني وعم بحكي. فبحكي له جيب يا ماما القصة، فبطلع اللي هي من كتابة الأستاذة تغريد النجار، فكثير انبسطت للموضوع وإنه كمان في بث رح يكون معها ثاني يوم. فلما بلشت أقرأ بالقصة وشايف ابني قديش مندمج فيها والحبكة اللي كانت موجودة
وكيف تفاعل مع القصة، كثير انبسطت وشعرت إنه القصة تركت أثر فيه، وكنت بحاجة لهذا العنوان بصراحة، لأني عم بمر يعني بأزمة أو بفكرة إنه طفل بالعطلة ما عم بنام بدري، عم بنام بوقت متأخر وبصحى بوقت متأخر، فكنت بحاجة لهي القصة لحتى نعالج هذا الموضوع. فأستاذة تغريد بنا، بداية تعرفينا عن نفسك، يعني أنت غنية عن التعريف، بس كمان بحب إنه إذا في أشخاص ما بيعرفوا الأستاذة تغريد إنه يعرفوها أكثر. فأول شيء أهلا وسهلا فيكي، وكمان مرة برجع بتشكرك إنك معنا، فالمايك معك. تسلم تسلم. أول شيء أنا كمان سعيدة كثير أكون معاكم ومع أهلنا بفلسطين. دائما أنا بحس بنبسط كثير بهذا التواصل اللي بصير بيناتنا، وكثير بكون سعيدة لما بسمع إنه الكتبة عم توصل لهالناس، إنه الكل عم بيقرأها وعم بيستمتع فيها. هذا امتداد للهوية نوعا ما. أنا بدأت، أنا عم بكتب للأطفال من أواخر السبعينات طبعاً، بديت يعني وأنا يا دوب خرجت من الجامعة وبديت، فمشواري مع الكتابة حوالي أكثر من 40 سنة، 50 سنة هيك شيء. مرات لما أفكر ما شاء الله كبرنا والله بصعب. زي ما حكيتي، اللي بده يكتب للأطفال، يمكن في بعض من اللي بسمعون هم مهتمين بهذا الموضوع، بحتاج لعدة شغلات. أولا بحتاج لمحبة الطفل، ليكون عنده نوع من يعني يفهم، لما الواحد بحب الطفل كمان يفهم نفسيته، يفهم الأشياء اللي بتحركه، اللي بتضحكه، اللي بتزعجه، علشان يقدر انه يدخلها بكتاباته، او لما بيكتب يقدر يوصل لإلهم بهاي الطريقه. بعدين بحتاج طبعا يكون عنده موهبه، الشخص اللي بده موهبه لحكي القصه. في ناس زي النكت، في ناس بتلاقيهم بيحكوا النكت بسهوله ونكته ورا نكته، في ناس مثلي انا يعني اجي احكي نكته ما بتزبط معي ابدا، وانا نفس الاشي ما بتزبط معي. الكتابه نفس الشيء، في ناس مرات بحسبوا انه كتاب الاطفال ما في اسهل منه، كل اللي بده الواحد يكتب له كم كلمه ويعمل له كم محاضره ويعمل يحط له الوان، لا هي كتير كتير اعمق من هيك. صحيح. بدأت أنا بالكتابة للقصص المصورة، وزي ما أنت ذكرتي بعدين كملت للروايات، فكمان هذا نوع من التفاعل مع الأطفال ومع اليافعين. اليافعين كمان عمر كتير صعب إنك أنت تجذبيهم وتخليهم يقروا القصة ويخلصوها للآخر، فكان هذا نوع من زي ما بقول التشالنج بالنسبة للواحد اللي يقدر يوصل لهذه المرحلة. وبس بستنى صحيح. بس هو في فرق، هو يعني فرق بالعمر وبالتفكير، يعني بين ما انك تكتبي للاطفال وبين ما انك تكتبي لليافعين، فالشيء هو صح، هو تحدي يعني انا بعتبره. وهدول المرحلتين هن مرحلتين حساسات بحياة الإنسان كمان، فمش سهل إنه الإنسان يفوت فيهن ويخوض فيهن ويفهم طريقة تفكير هاي الفئة. طب أستاذة تغريد، هسا أنا لما حطيت عن البث طلبت من اللي عم بتابعوني إنهم يطرحوا أسئلة، معنيين إن كمان أطرحها على حضرتك يعني خلال البث. في كم من سؤال يعني انا كتبتهن، وكان الموضوع يعني بتهيألي انه مهم ان نتطرق لإلهن. هسا السؤال الاول اللي كان مطروح انه شو الاحسن، ان الاهل يغيروا يعني يضلهم يعيدوا على نفس القصه لما يسردوها للطفل، وقديش المده اذا بدهم يضلوا يعيدوا، ولا انهم كل مره يسردوا له قصه جديده؟ هذا سؤال كتير حلو، لأنه مرات كتير من الأمهات يعني بيكونوا متضايقين أو شاعرين إنه في إشي غلط. الطفل في عمر معين
بتعلق بقصته وبحب انه تنقل له يمكن 10 20 30 يعني بزهقوا الاهل لما يقروا القصه وعم بطلب نفس القصه، بس هو بالنسبه له هاي القصه عم بتجاوب على اشياء بحاجه هو لها وبده يعززها، وطريقه تعزيزه لهي الاشياء النفسيه اللي عنده اللي موجود بالقصة قد تكون نكتة قد يكون صورة هو شايفها بطرف الأم حتى عشان الناس أو الأب عشان يلاحظ عليها، وهي هاي بتجذبه على إنه يطلب أعزائي. أستاذة تغريد النجار جوزي مرحبا، السلام عليكم. ما شاء الله خبرة يعني. أكم من سنة عشان بدي أصدم، أكم من سنة؟ يعني حوالي 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، عطاء مستمر. بس قصصها رائعة على الأطفال جدا. تشرفنا تشرفنا جدا، يسعد قلبي. تفضل. وين كنا؟ كنا عم نحكي إنه الطفل في جيل معين بتعلق كثير بقصة. طبعاً أنا حاسك بتحكي عن ابني، لأنه أجت فترة كثير عم بطلب مني أسرد نفس القصة، يعني نفس القصة عم بيختار كل ليلة، والقصة بصراحة أنا بخاف منها. شو كان اسمها؟ من غير جدتي لا تسمعني، فوق السطح، إشي صوت فوق السطح كان اسمها. أخاف من السطح؟ لا، إشي البرميل اللي كان يضل يطلع صوت فوق السطح والولد يحكي أبصر شو هذا الصوت. شو كان اسم القصة؟ أنني أخاف أطلع على السطح. لا مش هيك، مش عارف، بس بس أنا عرفت القصة اللي بتقوليها. عرفتيها وصحبتي بالصدفة بتحكي لي ابنها نفس القصة، يعني متمسك فيها، إنه بعرف شو الهدف. مرة جوزي سردها لابني بطريقة هيك حلوة، ومن يومها خلص هو متمسك بهاي القصة. فبصعوبة لطلعنا من الموضوع. خصوصا هذا موضوع، انت جبت كمان موضوع تاني. هم قد انت ما تقدر تعرفي ايش اللي يعجبهم اللي بطلبوا انه اعادة. واحيانا كمان زي ما استغربتي انها قصة هو بتخوفه وبتخوفك، ولكن هو بده اياها. لانه الخوف مش إشي عادي، الخوف هو نوع من التخدير النفسي للأحاسيس اللي بحسها الطفل. فلما بتخوفه هاي القصة مثلا أو فيها إشي بخوف، هو عماله يعني بيحمي حاله وبعبر عن مخاوفه من خلال هذه القصة، من الأصوات المزعجة بالليل، من العتمة يمكن، من صحيح. أشياء يعني أنا لما كانت بنتي في عندي بنتي كانت صغيرة، وكمان هي كانت يعني ما كانتش كانت دائما تحب الأشياء اللي بتخوف. الأفلام بدنا تحضر، ومع أنها كانت هي خجولة وتستغربي إنه هي تطلب هاي الشغلات، بس السبب هو إنها كان يساعدها، كانت تخاف بس بنفس الوقت كمان مرة وكمان كنا تعود نفسها على هذا الموضوع. وهي كمان أستاذة تغريد رسالة للأهل الموجودين معنا على البث. أول إشي بطلب منكم أي حد موجود معنا على البث إذا بيقدر يعمل مشاركة للبث لحتى يوصل لأكبر عدد يا ريت. تاني إشي ضروري ننتبه على هاي النقطة اللي ذكرتها الأستاذة تغريد، إنه إن ننتبه الطفل شو القصة اللي بركز عليها أكثر إشي، ومثل ما حكى التركيز على هاي القصة بيكون فيه من وراء سبب، وهذا السبب بعطيه يعني كمؤشر لإلنا لحتى نعالج إشي عم بمر فيه الطفل وإحنا مش منتبهين عليه أصلا. فمهم إن يعني الطفل لما بيختار قصة ما بيختار قصة من هيك لأنه والله أجى عباله هاي القصة، ولما بتنسرد له القصة أول مرة وبتجذب انتباهه وبضل يرجع يطلبها، فهون لازم ننتبه هاي النقطة إنه في سبب ليش طب هاي القصة عم بطلب إنه نرجع نسردها كمان مرة. ممكن هو ما عنده الثقة الكاملة بنفسه وعم بشوف حاله بهاي القصة، أو عم بشوف الشخصية الموجودة بالقصة كثير بتشبه، لهيك هو عم بطلب هاي القصة تضل تنسرد، أو مش قادر يعبر لفظيا إنه أنا مثلا يا ماما بخاف من صوت معين، أو أنا يا ماما بخاف من إشي، بس مجرد طلبه للقصة بشكل متكرر ومستمر هذا كمان مؤشر. فهي نقطة مهمة كمان حكتها أستاذة تغريد، ضروري إن الأهل ينتبهوا عليها. هسا أستاذة تغريد السؤال الثاني،
وهذا كثير الأهل بيسألوني إياه وأنا بدي أحكي عن نفسي فيه. بعرفش أنت وجهة نظرك بالموضوع كيف، إنه هل القصة لازم نسردها بالفصحى ولا بالعامية؟ هسا أنا بدي أحكي عن تجربتي أنا كأم، وحابة أسمع كمان وجهة نظرك كروائية وككاتبة لقصص أطفال. أنا كأم بفضل لما بدي أسرد القصة لطفلي إني أسردها بالفصحى. ليش؟ الهدف من وراء القصة بيكون طبعاً إشي بيعتمد على الهدف من وراء القصة. ممكن نخصص الهدف من وراء القصة إن أكسب الطفل مفردات لغوية جديدة، وهاي المفردات أكيد الطفل لما بتيجي بتحكي له ذهبت مثلاً، ممكن أحكي له راح محمد على السوق، وممكن أحكي له ذهب محمد على السوق. بس ضروري إنه الطفل يسمع المصطلح اللي بالفصحى اللي بيستخدموه مقابل كلمة راح، إنه ذهب. ليش؟ لحتى أني أزيد من محتوى القاموس اللغوي تاعه. هاي أنا بحطها هدف أساسي. فلهيك أنا لما بسرد لابني القصة بركز على إنه أحكيها بالفصحى، وبستنى منه يسألني شو يعني يا ماما ذهب؟ شو يعني يا ماما منزعج؟ شو يعني يا ماما سمين ناصح؟ فبستنى أسمع منه هو السؤال، إنه هل هو مركز معي؟ هو معني يعرف شو هذا المصطلح؟ شو المرادف لإله؟ وكمان شغلة، مرات في قصص بحاول إنه أركز فيها على العامية، لأني بكون معنية بهاي القصة أعالج سلوك معين بدي أعالجه عن طفلي. يعني بدي التركيز يكون على محتوى القصة أكثر من إنه أكسبه مفردات لغوية. فأنا هذا منظوري كأم. هسا أستاذة تغريد كروائية وكاتبة قصص أطفال، إيش أنت بتنصحي؟ أولاً شيماء، أنت عم تعملي كثير صح، يعني اللي قلتيه وحللتيه يعني كثير مناسب، وهذا كمان نوع من الصراع اللي كثير من الأمهات ونقاش بين الكتاب والمعلمين اللي دائما بيصير، وخصوصا الناس اللي بيكونوا عايشين خارج البلاد العربية. بقول لك ابني ما بسمعش اللغة العربية الفصحى، وأنا بدي أعلمه عربي، بجي أقرأ له قصة هاي لغة تانية مش اللغة اللي إحنا بنحكيها بالبيت، فبكون صعب كتير. فالنصيحة هي إنه لما بتقرأ قصص أهم شيء، لأنه حتى لو قريتيها بالفصحى والولد مش متفاعل معها وحاسس إنه هو مش فاهم إشي، وما رح يستفيد لا لغويا ولا رح ياخد القصة ولا إشي. فليه إحنا نفرض الموضوع فرض عليه؟ ولكن بتفق معك كمان إنه مهم إنه يعملها، ولكن طريقة هي كيف. هلا مثلا أنا أحفادي مثلا عايشين بلندن، اليوم لسه كنت عم بقرا لهم قصص لما اجوا، بيحكوا عربي هم بس بيحكوا عربي دارس زينا بالبيت. علشان انه ما احسسهم ببدا القصه يمكن بالعربي الدارج وبعدين شوي شوي بس يندمجوا بالقصه، ممكن احط لهم سطر او سطرين اقرا باللغه العربيه الفصحى. المرة الجاية ما هلأ لسه عم نحكي إنه الطفل ممكن يطلب منك تقريها شي 20 مرة، إذا أنت قرأتي له إياها باللغة العربية يعني حكيتي له إياها بشكل مفرح وبشكل حلو واستعملتي حتى التنين، تاني مرة بتزيدي عدد الجمل اللي بتحطي اللي بتستعملي فيهم اللغة العربية الفصحى، يعني بالتدريج. صحيح. وبالآخر القصة مثلاً اليوم أنا قريت قصة لحفيدي عمره 3 سنين من أولها لأخرها باللغة العربية الفصحى، وما اعترض، فهم كل شيء لأنه سمعها من قبل وعارف عن إيش القصة، وصار طبعاً أكيد عبعقله عماله بحلل الكلمات الجديدة اللي عم بخدها. يعني إننا نعرف زي ما قلت إيش الهدف. الهدف هو أولاً نحببهم باللغة العربية، نحببهم بالقصص، ونستمتع معهم بالموضوع، وكمان نعلمهم المفردات اللي عم نحكي معها، ونستخدم الطريقة اللي انت ذكرتيها، وفي طرق ثانية كمان من خلال السياق ممكن بصير هو يقدر يفهم شو معنى الكلمة اللي هو. صحيح. وانا بس هيك بأكد على النقاط اللي بتحكي فيهن أستاذة. في نقطة كمان ذكرتها أستاذة تغريد وبدي أرجع أكد عليها، طريقة سرد القصة. قد ما القصة تكون رسوماتها قريبة للطفل والمحتوى اللي فيها كمان قريب للطفل وعم بيمثل شخصية الطفل
وكل هاي الأمور مش مهمة مقابل ما هو مهم إنه أنا كقارئ قصة أمام طفل كيف أسرد القصة. يعني شو الغلط اللي بقعوا فيه الأهل أستاذة تغريد؟ إنهم بسردوا القصة في بتخصص النطق والسمع درسنا إشي اسمه المونوتونوس اللي هي نفس الوتيرة بضل. فهذا الإشي بيشعر الطفل بالملل، الطفل بحاجة لحتى خلال سرد القصة يشوف تعابير وجه، وينتا الشخصية هي ضحكت، وينتا زعلت، وينتا تفاجأت، وينتا اندهشت، وينتا يعني كل هاي الانفعالات بحاجة الطفل إنه يشوفها على وجه السارد، وكمان بصوته. يعني يوم ما بدي أحكي مثلا كمثال إنه متعجبة مثلا من السماء، يعني من لونها، إنه ما أجمل لون السماء، طب واو ما أجمل لون السماء، فبيفرق. يعني حتى الولد الطفل الرسالة بتوصله أسرع وأوضح، والهدف من الجملة اللي أنا عم بحكيها للطفل أو القصة بوصله بطريقة أجمل. فعالم الطفل بحاجة إن نلعب بصوتنا، نعلي الوتيرة، ننزلها، لما يكون في زعل نقلد صوت الزعلان، لما يكون مبسوط أو بضحك مثلا نقلد صوت البضحك. فهاي النقطة كمان مهم الأهل ينتبهوا عليها، يعني كثير أهل ما بركزوا على هاي النقطة، بفكروا إن القصة خلص إنه أحكيها وخلاص. واللي أهم من هذا كله شيماء، إنه لما الواحد لما الأهل كمان بيختاروا القصص أحيانا بيكون هم مأمنين إنه قصص منيحة للأطفال، بس بتكون الأم أو الأب يعني عندهم نهار متعب وزحقانين أو تعبانين أو عندهم مشاكل أو عندهم حفلة بدهم يروح عليها، فبتلاقيهم بيختاروا الكتاب ما بيقروا مرة، بكونوش قارين هو أو يعرفوا إذا مناسب أو مش مناسب، وطريقة ما بيقروا إنه بس بدهم يخلصوا، يعني بدهم يخلصوا القصة، بتلاقي بفشقوا أسطر ويلا هلا خلاص. يعني فالطفل هذا الشعور بالاستعجال لخلص القصة، هذا الشعور إنه أهله مش مستمتعين بالقصة اللي عم بيقروها، فعشان كتير مهم الأهل يكونوا قارين القصة ويكونوا عارفين إنها قصة مناسبة لإلهم. وعادة الكتاب لما بيكتبوا بيكونوا عارفين إنه الشخص الكبير رح يقرأ للطفل الصغير، فبحيانا حتى بكتبوا لهم بعض النكت اللي يمكن اللي بفهمها الكبار والصغار باخدوها بالسياق، يعني اللي بيصير صحيح صحيح. طب أستاذة تغريد أنا عندي سؤال، وكثير هيك بسأله لحالي لما بفوت مكتبة بدي أشتري قصة لابني، شو بتنصحيني؟ إنه بمسك القصة بلاقي عنوانها جدا جذاب، زمان كنت هيك تغيرت فبروح على البيت مبسوط على العنوان انه شاري هذا العنوان، يعني العنوان جدا جذبني وانا بدي انا هذا الموضوع اللي اعالجه عن طفلي. فبكتشف لما بوصل البيت وبفتح بقرا محتوى القصه انه قديش ركيك، يعني انه مش هالمحتوى ومش عم بعالج بالضبط المشكله اللي بدي انا اعالجها عن طفلي. فوصلت لمرحلة إنه ما أنغر بغلاف القصة ولا باسمها، إنه بمسك القصة بالمكتبة بتطلع على المحتوى، إذا عجبني المحتوى بشتري القصة، ما عجبني ما بشتري القصة. فشو رأيك، هل هو هذا الصح إنه هيك نتصرف ولا كيف؟ أكيد هذا العين الصح، إنه الواحد لما يختار قصة لازم يعرف، فدائما المفروض يكون في نبذة على بخلف على الغلاف الخلفي، فممكن الواحد يراها ويشوف انه الموضوع لسه كمان ما بكفي هذا، افتح الكتاب تقري بواسطة تشوفي نوع اللغة المستخدمة، هل هي لغة بسيطة بقدر يستوعبها الطفل اللي انت عم تتوجهي له، او فيها كتير كلمات صعبة، هل عدد الكلمات اللي فيها مناسب للعمر، يعني اذا عم تشتكي القصة لثلاث سنين بتلاقيها انا صفحة مليانة بالنص، هذه مش العمر، معناتها هي العمر، هذه بدك تنتبهي للعمر، بدك تنتبهي لموضوع القصة، وبدك تنتبهي للرسومات، لان الرسومات بهذا العمر يكونوا مناسبين وجميلين يلفتوا نظرك يلفتوا نظر الاطفال، وطبعا العنوان. وكمان مهم انك تعرفي احيانا انت لما بتعرفي مثلا دار نشر، في دور نشر انت بتثقي فيهم وبتعرفي انهم يعني، فهدول تطلع على الكتب اللي بيطلعوهم وتحاولي انك تختاري
من او تطلعي على الويب سايت تبعهم، على الموقع الالكتروني تبعهم، وتشوفي شو بيحكوا على كل كتاب. ف يعني كثير منيح انك تنزلي معلومات كثيره، مرات بدك تفتحي الصفحه وتقري عنها، فهذا كله بيساعد لانك تختاري الكتاب المناسب لعمر صحيح طفلك لاهتماماته. صحيح هذا مهم كثير الاهتمامات يعني. صحيح. إيه وأنا كثير يعني بنتبه على موضوع عدد الكلمات في الصفحات، إنه بس شو اللي بصير معي أستاذة تغريد، إنه في مرات محتوى قصة كثير بيعجبني، ولكن هو لجيل أكبر بيكون، يعني من ناحية الكلمات، عدد الكلمات الموجودة بالصفحة. فأنا شو بعمل؟ بجيب القصة بشطب منها أشياء، يعني ما بمرر كل، ما بقرأ كل الجمل الموجودة فيها، بقرأ الجمل اللي أنا معنية إني أعرضها على ابني ويسمعها، وبحاول قدر الإمكان إنه أوصل الهدف تاع القصة، يعني وإنه ما أضيع من محتوى القصة حتى لما بدي أحذف هاي الكلمات. ولما يكبر شوي ببلش أزيد الجمل اللي كأني أنا كنت أحذفها. فشو رأيك في هاي الطريقة؟ ممكن هاي انه يعني تعطي هذه، اذا القصه عجبتك وبدك تحكيها وتختصري منها، بس من الافضل هو انك تختاري قصه بعدد اللي تكون مريحه لك لقراءتها للطفل بدون ما تختصري، يعني لانه ما راح يوصل لمرحله اللي بيحتاج لقصه اكبر يقراها، فبكون انت يعني حكيتي له اياها او قريتي اياها بشكل مختصر. صحيح. من الافضل يعني احنا مثلا بدرس كل يوم اكتشفنا انه مثلا في كثير عندنا كتب للعمر اللي يعني بالعالم العربي، الكتب للعمار الصغيرة اللي بنسميهم القصص المصورة اللي بتكون 24 32 سنة، بس لما بيكبر الطفل بصير عمره 8 سنين هلا صاروا قصص مصورة سهلين عليه، بس بنفس الوقت ما بيقدرش ينط للروايات. ف احنا صرنا نعمل نوع اشي بنسميه الروايات المبسطة، اللي هي بتشبه القصص المصورة، فيها صور ملونة وكتيرة، والنص مش كتير كبير بالصفحة، ممكن يكون في صفحة فيها نص كبير عشان شوي شوي نعوده للنص الكبير، بس معظمهم نص قليل. فهذا بعدين معمولة زي الكتاب الكبار زي الرواية، فكتير لقينا استجابة لهذا الموضوع، ويكون عند الطفل اللي عمره 8 سنين فخر إنه والله هو بيقدر يقرأ قصته بشكل كبير زي الرواية. صحيح. هاي خرى طريقة حلوة كثير، يعني ممكن أنا تزبط معي وأصير أحب الروايات. شاطر يا ماما. طب خليني بس أخلص الباث، ابني بحب يلعب في الليل. طيب في كمان سؤال أستاذة تغريد، إنه مناقشة القصة بعد طرحها هل هو مفيد أو مش مفيد؟ أنا الجواب عندي بس بدي أسمع جوابك. طبعا اذا بعتمد على القصه وبعتمد على ايش الموضوع اللي فيها، قد يكون انه انت نقيتي هاي القصه زي ما قلتي لي قبل شوي انه عندك موضوع النوم وهي ابنك عم بيلعب وقت ما لازم ينام، مع هذا الموضوع اللي انت بدك تناقشي معه. صحيح. طبعا بدك تناقشي بذكاء، ما بدك تفرجي انك انت عمالك بتحكي عنه مثلا، فممكن النقاش يكون شو رايك مثلا اذا كان الارنب ولا الفار اللي بالقصه او الولد او البنت باللي عملوه، هل هذا مناسب؟ طب ليش مش مناسب؟ وهيك يعني. صحيح. من هذه النقطه بس بتبعديها عنه، ما بتقول شفت كيف انت بتعمل هيك، اذا انت اللي صح. بتخليها دائما عن الشخصيات اللي موجوده بالقصه. صحيح صحيح. وانا هذا الموضوع كمان استاذه تغريد بالتربيه الجنسانيه اللي هو الجنس عند الانسان، بحاول دائما لما هسه بجيل معين انت بتعرفي انه الطفل ببلش يسال هاي الاسئله، انه ماما كيف انولدت، بتعرفي هاي الاسئله اللي تعتبر محرجه لكثير من الاهل، وخاصه اذا الطفل سالها قدام ناس مثلا او قدام غرباء. فدائما انا بنصح في هذا الموضوع انه نرد السؤال بسؤال،
لحتى نعرف الطفل شو هو بفكر اتجاه هذا الموضوع. يعني بيجي بسألني ماما أنا كيف انولدت، بسأل أنت كي أنت شو بتعتقد إن أنت كيف انولدت، لحتى تعرفي هو شو في عنده خلفية عن الموضوع، يعني شو هو بيعرف، شو المعلومات الموجودة عنده. وهذا كمان الإشي بندرج تحت الموضوع اللي حكيتيه، القصة، إنه لما بختار قصة بتحكي عن الكذب والشخصية كانت تكذب بالقصة، فأنا بتوجه له بعد ما أخلص القصة وأسردها، شو رأيك بتصرف البطل القصة، هل هو كان صح أو مش صح، طب أنت لو محله شو بتعمل؟ أني واحدة؟ أني زيزو؟ زيزو والأبطال المقاومون. هاي القصة لأم طفل مصاب بالسرطان عندنا بالقدس، ممكن تعرفوها، اسمها بيان شريتح، عملتها لحتى تدعم فيها الأطفال المصابين بالسرطان. فكانت تحكي عن طفل اسمه زيزو والأبطال المقاومون، اللي هم الأبطال المقاومون الأطفال اللي بقاوموا السرطان. فكنان كثير يومها حتى كان لازم نلم تبرعات وأشياء، فكان هو له دور فعال في الموضوع، فعشان هيك مأثرة فيه القصة بشكل كبير. وحتى مررتها لطلاب التوحد كثير تفاعلوا بالقصة، وكان شريك مع بالورشة. يعني نسيتني يا ماما شو بدي أحكي، شو كنت عم بحكي. كنت عم بحكي عن انه اذا البطل عم هو اللي كان يكذب، ان انت شو رايك، هل هو البطل صح تصرف، لو انت محله شو عم تتصرف. فهذا الحوار اللي بدور بيني وبين الطفل ممكن خلال القصه وممكن بس ننهي القصه مهم كثير. هو اللي بنمي شخصيه الطفل، هو اللي بيزيد من الثروه اللغويه الموجوده عنده، هو اللي بعزز من ثقته في نفسه. فمهم موضوع الحوار اللي بدور بعد طرح القصة هو أهم بكثير الساعة من سرد القصة، لأنه بتعرفي من خلال هذا الحوار كديش القصة أثرت في الطفل، كديش كان هو مركز وإنت عم تسردي له القصة كمان. فأنا بنصح فيه، يعني ما بزبط إنه أحكي القصة وخلاص. تعرفي شو اللي بصير أستاذة تغريد؟ كثير من الأهل بتذمروا، بيعتبروا القصة اللي بتنسرد قبل النوم عشان الطفل ينام. يعني أنا بحكي لك القصة، ممنوع تسألني أسئلة، أنا بحكي لك إياها عشان تنام، أنا بدي تنام. فبحكي لها للأم، يعني لما توجهت لي بحكي لها طب شو فايدة القصة إذا بدك ابنك ما يسألكيش وإنت عم تسرد القصة، أنت بدك تسرد القصة وما يكونش مركز معك، بس إنه بسمع في صوتك وبنام، خلص حطي له قرآن وخلص وبنام، أو غني له أغنية وبنام. أما جايبة قصة وطفيت لي ضوء الغرفة وقاعدة بتحكي له بالقصة على ضوء التلفون، بزبطش. هاي قصة رومانسية نادية. فهي يعني اللي عم بتقوليه صح كتير، النقاش هذا بتري الموضوع. نرجع لموضوع انه الطفل عادة بحب القصة اللي بتعجبه، ممكن انه تقرأ له أكثر من مرة، والنقاش ممكن يصير في المرات القادمة لما تصير معروف القصة، فهو استباق الأحداث. صح. ممكن الطفل عم تقري له تقولي مثلا هلا ايش بده يصير قبل ما تفتحي الصفحه، فهو يعني بصير يقول لك هلا هيك 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 هيك، طب شو رايك انت؟ وهو بصير يعطيك رايه. استاذه التغريد، هذا اسلوبك المميز انا لاحظته بالقصص اللي عم تكتبيهن. كان في قصه المزرعه، والقصة كمان اللي سردتها لابني مبارح عند الدكتور، انه لحتى تعرف شو صار مع الولد تعال نقلب الصفحة. فهون عنصر التشويق كثير، يعني قبل ما نقلب الصفحة تعال نسأله انت شو بتعتقد صار مع الولد، ايش اللي صار بالمزرعة، مين انقذ مين. يعني فهذا عنصر التشويق اللي انت عم تستخدميه كثير جذاب، وكثير هيك بعطي دافعيه للطفل انه يكمل القصه، يعرف شو صار بالاحداث، يتشوق اكثر. وكمان العنوان، انت ذكرت العنوان، الغلاف، ممكن نفس الشيء انه قبل ما تقرا القصه للطفل تحط الغلاف امامه وتكون تحكي على العنوان وتقولي له مثلا ايش العنوان؟ طيب شو رايك على القصه، عن ايش بتكون؟ مين اصدارها؟ ما بصير يتخيل يقول لك خلينا نشوف قديش صح انت اجاباتك على هذا الموضوع، وبتبدا قراءته.
صحيح. هو بصير يستخدم خياله وبصير بيعرف شو صح اللي تخيله ولا صحيح. وكمان مش بس العنوان، ممكن غلاف القصة نفسها، الصورة، انت شو شايف الصورة، عن ايش بتحكي القصة. ممكن احكي عنوان القصة واخليه يربط العنوان بالصورة، مثلا انت شو بتعتقد هاي الصورة، شو علاقتها بعنوان القصة. فكل هذا بنمي التفكير الابداعي عند الطفل، كيف انه يفكر بطريقة مختلفة، كيف انه يكون حاضر بالقصة. يعني وحضور الطفل بالقصة مهم كثير، لأنه عدم حضوره يعني ما في اندماج خلال السرد، وما في اندماج بالأحداث. فهذا موضوع مهم كثير، إنه نشوف طفلنا شو هو في معلومات بدماغه، شو هو عم بفكر، كيف طريقة التفكير، وكلها قبل ما نبلش بالسرد. فهاي كمان طريقة جدا فعالة وبتنمي التفكير الإبداعي والعصف كمان الذهني هذا اللي عند الطفل. أستاذة تغريد كمان سؤال، لأي درجة رسوم القصة مهمة، رسومات القصة قصدهم، وهل بنفع اختيار الطفل للقصة بناء على الرسمات؟ يعني لما يفوتوا مكتبة والطفل مع الأم وبتحكي له اختار قصة، فالطفل بيختار بناء على الرسمة، فهل عادي إنه الطفل يختار بناء على الرسمة؟ وهل أنا كأم الرسومات الموجودة بالقصة مهمة كثير بالنسبة لإلي، ولا هل المحتوى الأهم؟ كثير مهمة قصص مطورة. هلأ ممكن الرسام ينجح القصة أو يفشلها، تكون القصة كتير حلوة. إذا بالثماش مش قد المقام زي ما بيقولوا، ممكن إنها تفشل القصة. والعكس صحيح، ممكن الرسام يكون شاطر كثير ولكن الكتابة ضعيفة ما فيها شيء، القصة مش كتير قوية، تفشل القصة. فإذا الاثنين هون في التوازن ما بين الكتابة والرسومات. والرسومات مش لازم تكون هي ترجمة حرفية للنص. يعني في ناس أحيانا بتعطي رسام، إحنا بنعطي رسام بتشوف إيش تصوره، لأنه بالقصص المصورة الرسام بيكمل القصة مش بترجمها. فيعني ممكن هو يحط تفاصيل ما تكون موجودة بالنص ولكن هي بتطفي عليها. يعني كثير مرات أنا بكتب القصة أونلاين بتكون قصة طويلة، ولكن بس يخلص الرسام أو الرسامة القصة بعدين بصير أختصر، لأنه هو الرسومات فيها بعض العناصر اللي ما بتحتاج انه نعيدها بالكلمات اللي موجوده بالصوره. فبدك تلاقي هذا التوازن، لما يكون التوازن بين الرسومات جميله وجذابه وما بين النص، هذا بيكون احسن بالنسبه للقصه المصوره اللي بياخذها الطفل. الطفل له الحق هو انه يطلع ويلاقي القصه ياخذها عشان الصور، والام عندها. فاحيانا خلي الطفل يختار هو، فانت ممكن انه تخليه هو من ناحيه الرسومه وتحترمي اختياره، واحيانا اخرى انت بتختار القصه لما بتلاقي التوازن، مش بس النص، يكون توازن بين الاثنين. حلو أستاذة تغريد. على فكرة أنا ما كنتش أعرف هاي النقطة، إنه الرسومات بتكون مكملة للنص اللي أنت بتكون عم تكتبيه، وفيها وجهة نظر بصراحة. يعني لأنه الكاتب مش راح يجي يوصف تعبير الوجه مثلا أو يوصف الشخصية ككل، خلص الرسمة بتكون واضحة أو مكملة للشخصية اللي أنت وصفتيها أو زي ما حكيت. علشان هيك زي ما على الغلاف بنكتب اسم الكاتب والرسام بنفس التوازن، يعني على الغلاف بنحط الاسمين، خصوصا بالقصص المصورة لأنهم لهم نفس الأهمية بالقصة. طب أستاذة تغريد، لما تحكي قصص مصورة، يعني القصص الغير مصورة ما بتكون للأطفال؟ لا، عادة في بعض القصص اللي هي تقرأ لهم تكون صورة قليلة، في أنواع كتير من القصص، بس يمكن التعبير اللي أنا بستعمل قصص مصورة هو تعبير باللغة الإنجليزية بيقولوا picture books، وهم بيعنوا فيهم القصص اللي فيهم صور وبتتوجه لعمر معين، والصور هي نص
وصور نص وصور، يعني كل الكتاب زي القصص اللي احنا متعودين عليهم، فدول بسموهم قصص مصورة. ودائما محبذ للأطفال تكون القصص مصورة لحتى تجذب الطفل. صح، لعمر معين. هلا بس زي ما حكيت لك المرحلة اللي احنا عم نكتب لها سلسلة، ما يعني من 8 من 7 8 لأكبر، هاي بتخلي فيها صور ملونة وحلوة. لما توصلي لعمر 9 سنين ممكن انه تقدمي رواية تكون مش طويلة كثير، رواية قصيرة وفيها يمكن 4 صور 5 صور بالنص، والنص صور بس يكبر شوي أكثر، مش ضروري تحط أي بالروايات تحط أي صور. ففي تدرج باستخدام الصور لجذب الطفل. يعني بس يوصل العمر إذا يقرأ تصير الرسومات تصير بعقله، هو بتخيل، هو عم بقرأ وعم بتخيل. وكمان دكتور أستاذة تغريد إنه بهذا العمر الكبير مهم إنه الطفل يصير أنا أقعد جنبه وهو يقرأ القصة، لأنه بيكون خلص اتعلم القراءة والكتابة بهذا الجيل. أي عمر قصدك؟ اللي هو 9 سنين، ويعني خلينا الطفل وين ببلش بالقراءة، القراءة المضبوطة اللي هي من صف الثاني، يعني بالأول ببلشوا معه بالإشي البسيط، وعلى صف الثاني ببلشوا إنه يقرأ فقرة مثلا. فبهذا الجيل ضروري إن أنا دوري كأم إيش بيكون هون، كموجهة، ولا أضل أنا أسرد له القصة بطريقتي الممتعة لإله وهو بس يسمع، ولا هو اللي يسرد وأنا أكون هيك كرقيبة لإله، أو مش بديش أحكي رقيبة، إنه مشاركة لإله بالقصة. سؤالك كتير منيح، لأنه هذا في جوابين. اولا القراءه اللي انت تقرأيها بسموها القراءه الجبريه مع ما بين الاهالي وبين اطفالهم، هذه مهمه جدا لانها فيها اكثر من غرض. الغرض هو القراءه والاستمتاع والحميميه اللي بشعرها الطفل والمشاركه، في لها كثير ما يعني مفاهيم مهمه. فهذا ما بدك تحرم طفلك لما يصير عمره 8 سنين هاي الحميمية اللي كنت تقعد جنبه وتعبطي وتقول يلا انت صرت عرفت تقرا لحالك. صحيح. انا بس او انا بنام وانت بتقرا لي. وكمان يعني لما يكون بادئ القراءة عندك قدرات للأطفال، في أطفال يمكن بقرأوا بطلاقة من عمره 7 سنين، فتخيلي قديش متعب انك تطلبي من طفل يقرأ حتى لو انها قصة مصورة مش كبيرة كتير، حوالي 20 صفحة، طلب انه يتهجاها، بلاش نقول يقرأ، لأنه هو إذا مش واصل لمرحلة القراءة اللي بتلاقوا رح يكون متعب لإله، وإيش رح يصير؟ رح يكره والكتب، فراح الغرض منها. هلأ بالنسبة لما يوصل لعمر 9 سنين مثلا والمفروض إنه صار يقرأ بطلاقة، ممكن إنه أحيانا هو إنك تعتمدي عليه إنه هو يقرأ لحاله، علشان يدخل بالقصة وبالرواية أحياناً هو قبل ما يقرأ بيكون مش متحمس عليها، بس لما بيتمحمس صح. اسأل أمولة يا ماما. صحيح، ممكن إنه يقرأ تقري أنت مع الطفل أول كم فصل وتقريه الاهتمام وتدخل عشان يعرف، تقولي له بعدين يلا أنت كمل. هلا في عندك طريقتين، ممكن تقري مثلاً فقرة هو يقرأ فقرة، أنت تقرأ فقرة هو يقرأ فقرة، تقرأ مثلا فصل وتقري له بكرة أنا وياك نقعد أنت بتقرأ الفصل وأنا بقرأ، هيك بتقسمي الموضوع كله حسب اهتمام الطفل وقدراته. طب أستاذة تغريد، هون الإشي بيعتمد على إنه شو هدفي كان من إني أقعد جنبه. يعني أنا بعتبر في موضوع سرد القصة هو علاقة، زي ما حكيت العلاقة بتقوي العلاقة الحميمة بين الأم وبين الطفل لما تكون قريبة والطفل بحضنها أو رأسها ملامس لرأس طفلها، حتى يعني لو كان بصف ثاني أو ثالث.
فهو بيعتمد على انه انا هل بدي ازرع في قيمه او مهاره قراءه القصه، لانه للاسف احنا نفتقر لهاي القيمه والمهاره، ولا انه انا بدي اقوي زي ما حكيت العلاقه الحميمه بيني وبين طفلي واكون جنبه. ويعني هو بالنهايه مش درس لغه عربيه فصحى ممكن انا عم بعطيه قبل ما ينام، قد ما هو معنيه اني اقوي هاي العلاقه، وكمان معنيه اني اعالج سلوك معين موجود عنده من خلال هاي القصه. فهو بيرجع على شو الهدف، يعني زي ما حكينا الهدف وقدرات الطفل واحتياجاته. يعني ما في ولا طفل زي الثاني، فما بدك على هذا الاساس. وطبعا انت بتاملي انه في يوم من الايام يصير مستقل في القراءه، بس انه كمان زي اي شيء ثاني ما تحاولي انه تعملي هذا الاستقلال مره واحده وخلص صرت بالصف الثالث ما بدي يعني اقرا لحالك وانا بسمعك ولا ما بعرف ايش. اذا لسه مش مستعد فقدتي كل التعب اللي تعبتيه من الاول والثاني وعلى القناة. خليه يضل هو يحب القناة ليوصل لمرحله اللي مثلا حتى الروايات انت خليتيه يدخل بالروايه وصار متحمس بيقرا، فممكن اقرا الفصل هذا احكي لي عنه. صحيح. انا مثلا اليوم بدي اقول لك انت بكره احكي لي عنه، هيك يعني هيك بتشجعي انه هو يسرد. بتشجعي انه صحيح. طيب في كمان سؤال، كيف بقدر اعرف القصه المناسبه لعمر طفلي، وهل لازم اقرا له انا ولا اخليه يحاول يقرا لو كان قادر على الكلام، اللي هو السؤال اللي هسه جاوبناه، بس انه كيف بختار القصه، مع ان للاسف القصص ما بيكون محطوط عليهن من اي جيل لاي جيل مناسبه. يعني كثير قصص كنت اشتريها ما كان يكون محطوط عليها من اي جيل لاي جيل. فأنا كأم كيف بقدر أعرف إذا هاي القصة ملائمة لعمر طفلي أو لا؟ زي ما قلت لك الأطفال قدراتهم تختلف واهتماماتهم تختلف. إحنا مثلا بدار النشر ما بنحط أعمار، بنحط مثلا للصغار بنحط 4 زائد. ليه ما بنحط 4 زائد؟ ما بنحط من 4 على 6 مثلا 4 على 7، لأنه ممكن يكون عندك طفل عمره 7 سنين صحيح بس هو حابب يقرا قصة، أو هو مستوى لسه القرائي أو النفسي بده يستقل. فلما تحطي له 4 على 7 وتقول له لا هذا مش هذه لعمر 7 وأنت عمرك 8 ما بتقدر تقرا هذه القصة، هيك منعتيه من إنه يضل يمشي بين الكتب لحد ما هو يرتاح ويلاقي شيء مناسب له. صح. هلا مثلا هذا اللي بنعمل، انت بتقدري اذا مثلا حطيت كتاب ومكتوب عليه 7 زائد ابنك عمره 9 معناته مناسب له، اذا هو ممكن عمر مثلا انا عندي روايات اللي كتبتها بتذكر كنت استغرب مره اتصلوا معي امهات قالوا لي بنات بنات عاملين نادي قرائي قالوا لي بدهم يتناقشوا برواية ست الكل، يعني كتبت رواية ست الكل برواية فلما أجوا البنات الأربعة على المكتب عندنا عشان يحكوا لي ويسألوني أسئلة ونتناقش، اكتشفت أنهم بالصف الثاني طالعين على الثالث 7-8 سنين. القصة هي مناسبة لأنه فيها كمان أشياء سياسية وأشياء يعني بتصير وهيك، هي لأكبر من عمر. فأنا كنت حسيت شوي متضايقة بدي أقول للأمهات في قصص لإلهم لعمرهم ليه هاي القصص، بس كانوا كتير متحمسين والأسئلة اللي سألوني عنها وليه، لأن الأمهات هذا النادي اشتغلوا معهم قرأوا معهم فسروا لهم كل إشي هم عم يقرأوا. فقدراتهم أعلى من يعني من الجيل اللي هن فيه، ممكن قدراتهم لأنه بمساعدة الأهل صح يعني لهم إنه يقرأوا. أستاذ التغريد مش بيوم وليلة بيجي هذا الإشي، طبعا من العمر صغير ببلشوا يشتغلوا فيه مع الطفل لحتى يوصل لهي المرحلة. طبعا صح صحيح مظبوط. فلازم الواحد يركز على المواضيع اللي بتهمهم الاطفال، يختار الموضوع اللي بيهمه
صح. وشوف بالنسبة للأعمار بيقدر يقدر تقريبا، يعني إذا طفله بيعرف مستوى القراءة بيقدر يقدر إيش الكتاب. كمان سؤال موجود هون السؤال كالآتي: بتفضل القراءة من الكتب أو التطبيقات على الأجهزة الذكية؟ لأنه مش فيها هسه تطبيقات على التلفون، على الآيفون والآيباد وكل هاي الأمور، قصص مصورة يعني بس موجودة إلكترونيا، يعني بتفتح الآيباد وتبلش تقلبي بالصفحات يعني اللي هي عن من خلال الآيباد، هل بتنصحي فيها أو لا؟ هلا هدول كثير كثير لهم اهميه، خصوصا ايام الكورونا، يعني كثير ساعدوا في هذا الموجود، وهذا هو المستقبل. فاحنا ما بنقدر نقول لا لا ما بدناش. بدنا شخصيا انا بفضل الكتاب الورقي، وللصغار خصوصا لمرحله العمر الصغار بفضل الكتاب الورقي، لانه اولا الاشعه اللي بتطلع من مش مناسبه ابدا للصغار، وثبت انها سيئه لهم يعني، وخاصه قبل النوم. مظبوط، لانه بؤبؤ العين بيكون مش متوسع، يعني كميه الضوء اللي ممكن تفوت عليه ما بيستوعبها البؤبؤ، فبالتالي ممكن تضر الطفل انك تقرا قصه من التلفون، ضلك ماسك التلفون تقرا قصه. هي مرات بيسويها، مرات بيسويها هو. هي ما في مانع ابدا، لانه مش ممنوع بس مش منيح كثير، يعني ما يعتمد على هو. بحكي لي 5 دقائق وبدي اشرب، اختار اقرا من القصص اللي عنده هو. انا عامله لكنان زاويه قصص بغرفته، وانا بنصح كل الامهات تكون هاي الزاويه موجوده لحتى نزرع حب القراءه عند طفلنا، وهو كمان يعتني بهاي الزاويه، يعني يرتب القصص اللي بحب يقراها او القصص اللي جابها جديد مثلا، يحطها بالرف الفوقاني والرف التحتاني القصص الاقدم. وممكن القصص اللي لجيل أصغر ومرك يعني وكبر الطفل، يعني أنا هاي كفكرة يعني بعطيها للأهل، إنه تعال نتبرع فيها للفقراء مثلا. أيوة. في فقراء عندهم أطفال بدهم يشتروا لهم قصص بس مش قادرين، فكمان هم تزرعي قيمة عند الطفل، إنه ما بتقدر تضلي تشتري قصص وتراكمي بتصفي المكتبة ملانة ومش عم تستخدمي كل القصص، خلاص في قصص الطفل كبر عليها. فهيك نفكر بطريقة إبداعية كيف إننا نستغل القصص القديمة، ويعني ممكن نتبرع فيها لمكتبة، لمسجد، بعرفش لوين، يعني اللي كمان تفهم الطفل إنه في قيمة للكتاب ما بنفع نرميه. يما رح شو نسوي كلبتها حلو. حلو، أنا بدي أسلم عليه لكنان، وينه؟ تعال بدها تشوفه قاعد بلون، انا خايف يجي علي جوال. احكي لها شو بتعمل، بدها تسلم عليك، احكي لها مرحبا. قاعد بلون بالقواش. حلوة يعني حلوة. في خبايص بالموضوع. لا بس دطل وانا قال احطهم ينشفوا. طيب يلا لون، خليني انا اخلص عشان يلا. هاي الجرائم بلشت تظهر، اثار الجريمه. في كمان سؤال: كيف ممكن كاخصائي سمع ونطق او اخصائي تربيه خاصه انه يعمل سلسله قصص خاصه فيه؟ كيف ممكن يبلش بمشروع من هالنوع؟ يعني سمع ونطق، بده يحكي على هذا الموضوع ولا موضوع؟ هو كأخصائي سمع ونطق بيكون معني انه يزيد الثروة اللغوية، خاصة عند الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي او عندهم مشاكل بالنطق. انا بتذكر مرة قرأت لطفل عندنا بالمدرسة، انا بشتغل مع أطفال توحد، قصة بدون ذكر أسماء، المهم قصة كانت بتحكي عن طفل بغلط ببدل حرف الإر بإغ،
فهي كانت كثير هيك يعني مفيده لاخصائي النطق، بيقدر يستخدمها بالعلاج يعني جلسات العلاج، ومنها الطفل ممكن تعطي زي دافعيه للطفل انه يتحسن. وكمان في قصه كانت بتحكي عن كيف انه الطفل يصنف الكلمات، مثلا الافعال لحال، من دكان الافعال، دكان الاحرف، دكان، يعني كيف بنروح السوق وبنشتري ملابس واشياء من كل محل. فكانت القصه بعنوان سلام في سوق الكلام، فكانت كثير يعني كقصة من هالنوع بالمدرسة، فكقصة قصة من هالنوع كثير بتفيد أخصائي النطق مثلا. فأنت كروائية وكاتبة لقصص أطفال، كيف ممكن أنا كأخصائي أو كأخصائي سماع أو تربية خاصة إنه أبلش بهذا المشروع وأعمل سلسلة قصص للأطفال؟ شو ممكن، شو يعني بداية الطريق بتكون؟ لا بالنسبة لي أنا مش أخصائية بهذا الموضوع، ولكن يعني بقدر أتخيل إنه هم بيعرفوا إيش الحاجة أو إيش الكلمات اللي بيحتاجوا إنهم يركزوا عليها. هلا مثلا من القصص اللي انا كتبتهم، في قصه لنفس السلسله اللي انت حكيتي عنها اسمها انني استطيع، وهي عن طفله صغيره اللي هي بتخربش بين الحروف، وكتبتها لانه بنتي وهي صغيره كانت لسبب ما كانت تلفظ الحروف المنقوطه. فمثلا خالي تقول عليه حالي، وانا اسمي مش تغريد، انا اسمي تعريد. هاي القصه موجوده عندنا بالمدرسه وحكيتها للاطفال كمان باسبوع اللغه العربيه. صح، فهذه قعدت يمكن سنه كامله بالروضه كانت، وهي عندها بتعاني من هاي المشكله، ولكن المعلمين عندها كانوا يعني واعيين وما لفتوا النظر على هذا على هاي المشكله. ف يعني انا كتبتها من تجربه خاصه، ولكن هم بيكتبوا شيء لتحسين اللفظ، بكونوا عارفين ايش الكلمات اللي بيحتاجوا. مثلا هي كان عندها مشكله بالحروف المنقوطه، فيمكن هم بيقدروا يقرروا انه في مشاكل مختلفه، واحنا بدنا نعمل قصص بتعالج هذه المشاكل هذه الكلمات، ونحطهم نحولهم لقصة بسيطة ولكن نزل على الكلمات. صحيح. أوكي. كثير عم بيحكوا لك الاسم، العنوان كثير جذاب تاع انا استطيع، انه انني استطيع، قديش بعطي هيك دافعيه للطفل انه انا عن جد بقدر، يعني بقدر اتحسن، بقدر احكي بطريقه منيحه. فطبعا انا كنت بدي احكي هيك عناوين لقصص انت كتبتيهن، في انا انني استطيع، في قصه الغول. شو قصتها هاي؟ هذه الغول، بما ان الغول بنسمع الاطفالنا كثير بيحكوا الغول الغول، اجى الغول راح. الغول شخصيه تراثيه ومن تراثنا يعني، واحنا وموجود بكل تراث يعني تراث العالم شخصيه بتشبه الغول. احنا عندنا الغول، يمكن عندهم هم الدراجون، عندهم اشياء مختلفه، ولكن كانت هاي الفكره موجوده انه اوعكم تحكوا عن الغول، وصار هو منبوذ الغول، يا حرام ممنوع نحكي وندخله بقصص الاطفال لانه يعتبروا انه احنا عم نخوف الاطفال. فانا حبيت انه احيي شخصيه الغول، ولكن اخذ الشخصيه التراثيه واحطها بقالب جديد، بدل ما اخوف الاطفال اعالج موضوع الخوف، اواجه الموضوع يعني بهاي الطريقه. حلو. وهذه القصة يعني إنه كمان تقبل الآخر فيها بهذا الموضوع، ونجحت القصة لدرجة إنه حتى تحولت ل افتح يا سمسم، شو اسمه، سيسم ستريت، أستاذة تغريد، لأي جيل هاي القصة بتنفع؟ هذه دائما لما يكون عندي أجيال مختلفة عم تسمع القصص بختار هاي القصة، لأنها بتنفع لثلاث سنين أربع سنين، قولي معلومة بتفضلي أخضر لعشر سنين،
عشرة اسمعي، بتعرف زي القصص التراثية يعني، اللي فيها أشياء مختلفة ممكن هو يستنتجها ويفهمها مع هاي الطريقة. حلو. أنا هيك عم بس بحب بسرد أسماء قصص حضرتك كتبتيهن، في ست الكل، قبعة رغدة، السماء تمطر طعاما، حاسسها هاي بتنفع للأطفال اللي ما بأكلوش كثير ولا إيش؟ راح السماء تمطر طعاما. لا السماء، كل قصة ما هي عندها إلها قصة عندي. السماء تمطر طعاما، هي عن سلحفاة هون عندي على البرندة، سلحفاة مائية كانت عند بنتي وخلفها عندي أنا أدير بالي عليها لما هي على المدرسة. إلها عندي هاي السلحفاة يمكن 25 26 سنة عايشة، هاي السلحفاة الصغيرة. ما شاء بس الله. أنا السلحفاة مائية ما بتاكل غير بالماء، فأنا بحطها بوعاء ماء عشان أطعميها وبرش لها الطعام. في يوم من الأيام لأني أنا كاتبة طلعت هيك عم برش لها، قعدت أفكر بقول السلحفة بس أحطها بالماء بترفع راسها هيك، ما أحلى. استنى لينزل الأكل عليها، قلت أكيد هي بتحسب إنه السماء تنطق طعامها. فكتبت القصة حول هذه الفكرة اللي راودتني وأنا عم بطعمي السلحفاة. ما أحلى. طيب we limit how often or can thing Instagram to protect the bus. ترى تمام، مش عارفة عم بعطيني مسج بس مش عارفة شو شو بقول، مش عارفة عم بعطيني مسج هون كأنه في مشكلة. طيب بنفع أفصل البث وأرجع أشبك كمان مرة؟ إيه تفضلي. لأنه عم بعطيني مسج مش عم بقدر أكمل معك، عم تطلع لي دايما المسج. لا أنا مش شايفته عندي. لا لا.